نفكش ما نفكش ما نفكش وعلى حقنا ما نساوميش 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 ما نفكش ما نفكش هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي الشعب في زناقي هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي هذا قطاع طبقي ولاد الشعب في زناقي احتجاجات سلمية مطالب شرعية 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 احتجاجات مجموعة من المشاكل كيعاني
مجموعة من المستفيدات كيعاني مجموعة من العراقيل تتواجد تاخذ الباقي المصرف الصحي لراح للقراهوة أهم سنين ومستشفى لأن هذا أنه أصبح احتيال على المواطنين ديال المدينة ديال الدروش لأنه لا يعقل أنهم يوضعوا بلاكة ديال انتهاء المستشفى في حين أن الجانب ما كتوصل لتبع ذاك المركز مركز صحي ومستوصف صحي ما كتلقى فيه لا طباء ما كتلقى فيه لا ممرضين إلا من رحم ربي إحنا ما كنعرفش واحد أولها ديك البنية اللي نورت مع واحد الشخص من المدينة أعتقد أنه كلامية على واحد شخص عادي اللي يمشى على أساس أنه يتداوى لكن الغريب والعجيب في الأمر أنه كلاعب متبت الفخ والدور الناظر لولا الألطاف الإلهية ولولا تدخل بعض الأشخاص لكان ديك الممرين في الحبس دابا ولكن أبناء الدريوش معروفون بالكرم ديالهم معروفون بالإنسانية ديالهم عود لكم عود تاني المسألة ديال الولادة خارج المستشفى خارج المركز الصحي كتعرفوا عندنا جوج ولادات عباد الله تموا خارج المركز الصحي داك الدري في الشارع العام تصوروا معايا داك الدري انا هنا كنقول العم ديالو كنقول العم ديالو كنوصيه على اساس انها ما تكونش عندو يا ولدي ما نولدك في الشارع لانه اعتقد غادي يكرهك البلاد هادي غادي يكرهها ما غادي يملها غادي يعفها كنكثروش من الهضره لانه الشعارات كانت كافيه اعتقد بان المطالب ديالنا باينه وواضحه المطالب ديالنا انهم يجهزوا لنا ذاك المركز الصحي يتجهز يدار فيه راديو يدار فيه السكانين يدار فيه اطباء يدار فيه كل شيء اي حاجه وبالتالي فهاد المطالب هذه اللي كنعتبروها عادله ومشروعه وكنقولوا عليها عفوا دائما لاننا لن نتراجع عنها قيد انمله راه الوقفه هذه ماشي هذه يعني اننا غادي ننتهيو هنايا لا ابدا احنا غادي نكفوا من الاجتماعات ديالنا واحنا غادي نكفوا من النظارات ديالنا ولكن هاوني منكم الجماهير الشعبيه لانه كاين ناس هاد المدينه هذا كيقولوا لكم الدين ما تمشوش مع دوك الناس ما تخرجوش مع دوك الناس راهما احزاب او ما الى ذلك ما الحزب السياسي واش من حقه يخرج الشارع انا ما منضمش لذاك الحزب ولكن حزب مناضل ما كنديرش حمله انتخابيه لا ابدا لان هذا الكلام انا وصلني اليوم على التليفون والطريقه هذه والتالي كتسيد المناضلين ونايورين على هذه المدينه الشريحه كنقولها لها دائما انها كتعاني التهميش والاقصاء ولن نتراجع كما نقول دائما قيد انمله وعن المطالب ديالنا العادله والمشروعه كنوعدكم باننا غادي نخرجوا الشارع مرات ومرات الى ان نحقق كافه المطالب ديال العادله والمشروعه عندنا مشاكل اخرى عندنا مشاكل ديال الماء والكهرباء عندنا انعدام الامن عندنا العداله الفاتحه الفساد في التشريف وعندنا ايضا مجموعه من المشاكل الاخرى احنا في تنسيقيه متابعه الشان المحلي غادي نشتغلوا عليها ان شاء الله في قريب عاجل لكم منا مئات الملايين من الضحايا باش ما نطولوش لقاؤنا سيتجدد ان شاء الله في وقفات